السيد المستشار المحترم، كما تعلمون فهذا الموضوع سبق للمجلس الموقر أن سأل بشأنه وزير العدل والحريات مرات عديدة، وكان الجواب دائما واحدا. اليوم سوف أحاول أن أقارب الموضوع مقاربة جديدة بمعطيات جيدة، ولكنني أريد أولا أن أؤكد بأن وزارة العدل والحريات ليست لها أي سلطة، لا على الإدارات العمومية ولا على المؤسسات العمومية. المؤسسات العمومية لها تنظيماتها الخاصة، وهي التي تخضع لها في كل شيء بما في ذلك التنفيذ. كل ما هنالك هو أن وزارة العدل والحريات تنسق، وأقول تنسق، عمل القطاعات الحكومية من أجل تدليل الصعوبات التي تواجه التنفيذ ضد الإدارة. وفي هذا الصدد أؤكد لكم أنه تم حصول تقدم مهم على صعيد التنفيذ. يكفي أن أقول لكم أنه بعد اجتماعات طويلة مع القطاعات الحكومية تم تحويل ما قدره 287 مليون درهم وصرف لفائدة الحساب ديال المحكمة الإدارية بالرباط المفتوح لدى الخزينة العامة. هذا يعني تنفيذ 1717 ملف، ولكن ما زالت هناك صعوبات هذا الموضوع هذا. وأنا أقول لكم أن هذا الموضوع المرتبط بأولا تقاضي الأشخاص ضد الإدارة، ثم مسار الملفات أمام المحاكم، مستوى الخبرات، وأيضا كل ما يرتبط بصدور الأحكام، هذا الموضوع ينبغي أن نقاربه بما يؤدي إلى إنصاف المدعي طالب الحق، ولكن كذلك الإدارة، لأنه في كثير من الأحيان تهدر حقوق طرف مدعي، ولكن أيضا تهدر حقوق الإدارة. ثم بعد ذلك ينبغي أن نقارب ما يلزم الإدارة بالأداء حينما يكون هناك حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك وحائز القوة المقضية به أو على الأقل القابل للتنفيذ ويحمل الصيغة التنفيذية. ينبغي على الإدارة أن تنفذ، وحينما أقول الإدارة، الإدارة بمعناها العام. بالطبع هناك مقتضيات جديدة سبق لي أن عرضت على حضراتكم في مناسبات سابقة، وتهم مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية. مشروع قانون المسطرة المدنية هو الذي سيؤسس لكافة الإجراءات التي بمقتضاها ستصبح الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية. وشكرا.